الاحداث والتفاعلات للمقام والفداء في كتب المنظمة المغربية لخدمة شعبية المقاومة وفعاليات الدولة. ارتفع شعور شعبية أنها في مأزق كبير وحاقة الاستمرار من خلال الاستماع إلى زعماء الحركة الوطنية وأيضا إلى المناهضين بالسكان وولاة الاستعماريين، وأفرز انهزام القوى أن دولة الحكام أصبحت أمرا مفروضا. فقد لاحظت فرنسا خلال أحوالها أنه لا حدث إلا عن عودة السلطان. عندما أيقنت فرنسا بمتابعة السلطان عند زعماء الحركة الوطنية بدأت في يوليو 1955 مفاوضات غير رسمية مع السلطان، تبعتها مباشرة مفاوضات إكسبريما الرسمية في غوش 1955. واقتنعت فرنسا أن المسار الذي يتشبث به السلطان والشعب المغربي هو الاستقلال. بعد 6 أيام من الإعلانات تم التوصل إلى الانتخاب المعروف سان سانكلو في 6 نوفمبر 1955، وهو انتخاب يشعر منذ البداية أن المغرب سيحصل على استقلال. Let's go.